بقعد استعمل شقف يعني أمرار جيب فوطة بقيمة 4000 هي سعرها منا منيحة بتعمل حساسية. يعني أوقات استعمل شقف هي وحفظات بنتي قصن لثلاث قطع قطعتين أمرار حتى إذا كون رايحة محل ما نفذ لبرا يعني من ورا هيدا الشيء صرت عاني كتير من سعر الفوط يعني هي ماشي ما كنا نعمل حسابها فهلأ صارت غالي بتفضلي تجيبي شيء لولدك بتفضلي تجيبي طعمي شيء لولدك بهيدا السعر اللي أنت عم تجيبي فوط فيه. العيد عم جيب لهم حفاضات للخلقانين جديد عم جيب لهم هيدي الفوطة وعم قلها يا ماما بتستخدميها يا يعني تخيلي بناتي عندي ثلاث بنات وثلاثة بتجيهم ورا بعض فشو بدي لحق لهم فوط صحية قليلي أنا شو بلحق بهيك وضع.